في هذه اللحظات ضيف مميز، بما أن الدورة السابعة من مهرجان سينما الهواة تكرم السينما التونسية. معنا الضيف من العيار الثقيل، الأستاذ رضا بن حليمة على ما أظن، أستاذ سينمائي من الطينة الكبيرة. أول سؤال بطبيعة الحال للأستاذ هو كيفاش جاتك هذه اليومين الأولين من هذا المهرجان؟ نحن كندخلوا في الليلة الثانية. والله هو جاني يعني تليفون من السينمائي المغربي جوهري، فكان هو عنده صديق ضمير، فقال لي يحبوا يعني في برنامج المهرجان تقديم بانوراما للسينما الهواة بتونس. فلبيت انا الرغبة، لاني اول مرة مش يزور المغرب، اول حاجة اكتشاف، لاني يمكن مشيت ل 14 او 16 بلاد، لكن المغرب ما زرتهاش من قبل. فاغتنمت الفرصة ووافقت انه باش نجي نعرضوا يعني 11 فيلم من سينما الهواة من تونس، وكذلك يعني فما مداخلة يوم الجمعة على تاريخ حركة سينما الهواة بتونس، اللي هي معناها معروفة يمكن من أول الجمعيات سينما الهواة في إفريقيا وفي العالم العربي، لأنه تخلقت عام 1962، وبعد يعني أسست هي جمعية اسمها جمعية الشباب السينمائي التونسي كان اسمها، وفي عام 68 ولات الجامعة التونسية لهواة السينما، وفي عام 80 ولات الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، يعني تغير الاسم 3 مرات. وهي أسست أول مهرجان للسينما في إفريقيا والعالم العربي، هو مهرجان قليبيا للسينمائيين الهواة، يعني كان قبل حتى أيام قرطاج السينمائية اللي هو تخلق عام 66، قبل التلفزة التونسية، وقبل حتى تكوين وزارة الثقافة التونسية، لأنه كانت كتابة الدولة للأخبار، ما كانش فما وزارة الثقافة، والجامعة يعني عام 62 كانت قبل وزارة الثقافة اللي هي تأسست عام 64. أستاذ شكرا على هذه النبذة التاريخية. احضرتي عدد ديال الأفلام اليوم، ما هو تقييمك حول المستوى ديال الأفلام المعروضة في المسابقة في اليوم الأول؟ والله أنا تفاجأت لأنه فما أفلام بالنوعية هذه، خصوصا يعني النوعية الفنية يعني ممتازة، تحس يعني عمل جمعية الفن السابع كان عندها دور في تكوين الشبان والسينمائيين الهواة، يعني تكوين على أسس صحيحة، وهذا اللي شفناه اليوم في الأفلام، أنه اللغة السينمائية معناها متمكنين منها. بطبيعة الحال فيما يخص المواضيع فما أفلام جيدة، أنا شفت الفيلم اللي هو العائد للرتور عجبني، فما فيلم كذلك الطفل الصغير وأبوه اللي هو البناي، يعني يبني، والاثنين هذوما كيما ماركي معناها، لأنه فما لغة جديدة في فما أفلام أخرى زوز ثلاثة، لأن فما تأثير التلفزة، تأثير التلفزة والفيلم المصري يعني نوعا ما. بالطبيعة هذا تقييمي من غير مجاملة يعني سؤال أخير هو السينما في ظل التحول، في ظل ثورة الياسمين، كيفاش الأمور وكيفاش التعاطي مع الحكومة الجديدة؟ والله هو تونس انه ولو يعني الحزب اللي يقود توا السلطه في تونس هو حزب النهضه، حركه النهضه، ولكن يعني السلطه عند الترايكه، هما 3 احزاب، والاحزاب هذه مختلفه، فما في معناها حزب يساري وحزب وسطي وحزب اسلامي. مثلا وزير الثقافة أنا نعرفه شخصيا السيد مهدي مبروك اللي هو متفتح، ولكن ما شفناش أنه فما تغيير أو نوعا ما رقابة على الأفلام أو في إسناد المنح،
لأنه إنسان متنور هو الحقيقة السيد مهدي المبروك، ولكن الأيام القادمة ما نعرفوش، لأنه فما نظام كامل اللي هو ينجم يمكن يكون فما تضييقات على حرية التعبير، على منح الأفلام، على كذا. هذا إلا بعد الانتخابات، نعرفه بعد الانتخابات اللي باش تجي التشريعية هو اللي تتوضح فيها الأمور. أما حقيقة معناها توا ما نجموش نقوله لحركة النهضة قاعدة تضيق على نحكي على العمل الثقافي، يمكن العمل الصحافي والتلفزي وكذا شيء آخر، لكن في وزارة الثقافة ما فماش بوادر متاع انغلاق أو يعني هيمنة على الفنانين، لأنه بطبيعة الحال هو الفنانين ديما بتوجههم معروف هو اليسار يعني، والأحزاب هذوما والحركات يعني الإسلامية ما عندهاش مثقفين يعني، ما تلقاش مطرب ولا سينمائي بارز يعني، فما أما ما تلقاش بارز ويكون هو يعني يساند الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية. أستاذ